نرجع تاني لكلامنا عن سورة طه نعم وقصة سيدنا موسى. الكليم سورة طه اسمها سورة الكليم، يعني هي اسمها طه، مشهورة جدا بسورة طه. واحنا قلنا امبارح هي ليه سميت بطه، والنهاردة بنقول ان سورة طه ايضا اسمها سورة الكليم اللي هو موسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما، لانه سيدنا موسى هو المذكور في هذه السورة بشكل كبير قوي 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 قوي. ولما ذكر سيدنا موسى ذكر على سبيل ان احنا نتعلم ايه اللي ممكن نعمله وايه الصح وايه الغلط. من القصص الرهيبة جدا والعجيبة جدا في هذه السورة الكريمة موقف اجتماع الناس. وسيدنا موسى ذهب في مرة من المرات للقاء ربه وساب أخوه في بني إسرائيل، فالسامري جاب الذهب بتاع بني إسرائيل وخده كله وصنع منه عجل، والعجل ده عبدوه من دون الله، وده كان انحراف في شخصية الناس دي. فسيدنا موسى زعل إن إزاي هم يعبدوا العجل ويتركوا عبادة الله عز وجل، فبدأ ينهر في أخيه ويزعق فيه، وبدأ يقول له أنت إزاي ما منعتهمش إن هم يعبدوا العجل. فرد سيدنا هارون على أخيه سيدنا موسى برد عجيب جدا، قال له إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، أنا كنت خايف أفرق بينهم. الرسالة دي بنوجهها النهاردة لأي حد بيفرق بيننا كمصريين، بيشتتنا، بيحزبنا، بيخلينا مجموعات. شوفي أنه سيدنا هارون خاف أنه يفرق الناس لفريقين، فلما لقاهم بيعبدوا العجل ما سمعوش كلامه. مش معنى كده أنه أقرهم على عبادة العجل، لا، هو قال لهم ده غلط، ده ما ينفعش، فما سمعوش كلامه، فخاف ان هم يبقوا فريقين، يبقوا قسمين، فقال ان انا استنى لما موسى عليه السلام يرجع عشان هو يتدخل معايا في الموضوع ده. ولذلك سيدنا موسى سكت لما سمع وجهة نظر اخوه سيدنا هارون. من المشاهد العظيمة في السورة السحرة. طبعا السحرة لما جم فرعون كان بيهدد بيهم وبيرهب بيهم كل الناس اللي حواليه، واذا بهؤلاء السحرة لان هم ادرى الناس بسحرهم، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الناس السحرة دول قعدوا مع بعض يتفقوا مع بعض هنعمل إيه هنسوي إيه. فسيدنا موسى وهو واقف بقى والمشهد الناس كلها موجودة وفرعون، فهتلقي أنت الأول ولا نرمي إحنا؟ قال لهم لا، أنا صاحب حق، أنتوا اللي أصحاب شبهة، وروني شطارتكم، ارموا أنتوا الأول. فطبعا رموا الحبال بتاعتهم، سحروا أعين الناس. يعني إيه سحروا أعين الناس؟ يعني هم حطوا الزيبق تحت الإزاز اللي حاطينه، فالزيبق ده بدأ يخيل للناس إن الحبال تعبين وبتتحرك، لكن دي خدع بصرية كلها، زي الخدع اللي بيستعملها السحرة دلوقتي، زي اللي بيمشي على المية. أيوه الساحر اللي بيمشي على المية تقول يا غريب قوي يمشي على المية إزاي، ده مستحيل. الساحر اللي بيمشي على المية ده بيمشي إزاي؟ بيجيب إزاز شفاف جدا جدا ويحطه على المية، ويقف على الإزاز ده ويخط عليه خطوة خطوة، تقومي حضرتك تبصي فإذا بك ما تشوفيش الإزاز اللي هو دايس عليه. فيهيئ للعين إنه هو ماشي على المية. فواحد يقول لي أنت مش فلتت منك، أقول له ليه؟ يقول أصل في حد بيحط إيده تحت رجله وهو ماشي في المية، فبقول لك إن الإزاز ده بيعمله متعرج فبيفتحه بحتة معينة. ولذلك الساحر أشهر ساحر بيعمل الموضوع ده، لما بيجي يحط رجله بيتحسس قبل ما بيحط رجله هو بيحطها على مية ولا على الإزاز، راجعوا الكاميرات حتة حتة. في واحد مخرج سينمائي فضح الحاجات دي كلها والمقطع موجود على اليوتيوب، ارجعوا شوفوه بالكاميرات الحديثة، كشف الخدعة البصرية دي بشكل غير مسبوق النظير. كل أفعالهم خدع بصرية، فالسحرة عملوا كده، سحروا أعين الناس عشان نقول للناس يا ستي بس ما تروحيش للساحر، والله العظيم ما يعرف حاجة، والله الساحر ده لو يعرف حاجة كان دفع عن نفسه الشر، لكن ما يعرفش حاجة. فسحروا أعين الناس، فقام سيدنا موسى ده أخركم يعني؟ جبتوا أخركم خالص؟ طب شوفوا اللي عندي بقى.
طب قبل ما نشوف اللي عند سيدنا موسى خلينا ناخد منا. الو منا، السلام عليكم. طيب حاولي تكلمينا مرة تانية مدام هبة. طب حاولي تكلمينا مرة تانية. سيدنا موسى في اللحظة دي لما الخدع البصرية دي اتعملت، فهو عايز يبث الطمأنينة في قلوب الناس. سيدنا موسى ما كانش في دماغه خالص ان السحرة هيبقوا في صفه خالص، فألقى عصاه خلاص بقت. واللي عرف كده مين؟ الساحر، لأنه السحرة دول هم أمهر ناس في السحر، ففاهمين اللعبة، فاهمين الفولة واللي فيها. فلما سيدنا موسى ألقى العصا فأكلت الحبال اللي عملاها، فهنا ألقي السحرة ساجدين. خلاص جابوا سلموا. إيه بقى اللي إحنا بنعمله؟ كذب ودجل وشعوذة، واللي موسى عليه السلام عمله هو الحق. إحنا مش هنؤمن برب فرعون، ده فرعون ده كذاب. إحنا هنؤمن برب موسى وهارون. ففرعون بدأ يستعمل معاهم القوة اللي بيخوف بيها. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ومع ذلك الإيمان تمكن من قلب السحرة، فقالوا له شوف اعمل اللي انت عايزه، مستحيل، لأنه ده صادق وانت كاذب. صدقنا وأمين. خلاص احنا شفنا بعينين، وليس من رائن كمن سمع.